الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في بلورة مشروعات مصرية يونانية مشتركة في مجال إنتاج ونقل الطاقة المتجددة. مجلس الأمن يدعو الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار. تواصل القتال في جنوب أوكرانيا وقصف في محيط محطة زابوريجيا النووية. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه ديمتري قابيلوزاس رئيس اتحاد شركات قابيلوزاس اليونانية للكهرباء بالإسراع في بلورة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة المتجددة المشتركة التي تخدم ليس فقط مصر واليونان ولكن القارتين الإفريقية والأوروبية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ديمتري قابيلوزاس رئيس اتحاد شركات قابيلوزاس اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين، حيث أعرب رئيس اتحاد شركات قابيلوزاس عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مشيدا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية بقيادة سيادته من إنجازات في البنية الأساسية للدولة، خاصة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مدة زمنية قياسية، مؤكدا تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر التي تتمتع بثراء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الربط الكهربائي مع اليونان، خاصة في إطار التحديات التي تواجه أوروبا حاليا في مجال الطاقة. وقد استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عناصر مخطط التعاون مع الجانب اليوناني لإنتاج 9.5 جيجا وات من الكهرباء من طاقة الرياح والشمس في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين، وذلك بعد أن أصبحت مصر تمتلك بنية أساسية حديثة في مجال الكهرباء وفق استراتيجية وطنية متكاملة الأركان من محطات إنتاج وخطوط نقل وشبكات توزيع وتحكم ضمنت استدامة تأمين الإمدادات الكهربائية لكافة ربوع الدولة، وكذلك فتحت آفاق إقامة مشروعات الربط الإقليمي الكهربائي. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في بلورة التعاون المشترك مع الشركة اليونانية لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة والذي يخدم ليس فقط مصر واليونان ولكن القارتين الأفريقية والأوروبية، وترسيخا لوضعية مصر كمحور ومركز إقليمي لتداول الطاقة بمختلف أنواعها. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح عدد من مشروعات التنمية المستدامة التي قام بتنفيذها صندوق تحيا مصر، وذلك بالشراكة مع شركة إعمار مصر بقرية سيدي عبد الرحمن بمدينة العالمين بمحافظة مطروح. أعرب مدبولي عن سعادته بحجم الإنجاز الذي تحقق بالمستوى الرائع في تنفيذ المشروعات والتي تضمنت مدينة رياضية ومجمع مدارس مطورة ووحدة طب أسرة وطفل. تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي تقدم للمواطنين وتطوير تلك الخدمات في القطاعات المختلفة، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بزيارة تفقدية لمستشفى العالمين النموذجي
للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث قام بجولة تفقدية بالأقسام المختلفة للمستشفى، وافتتح وحدتي الرنين المغناطيسي وقسطرة القلب بالمستشفى. كما تفقد رئيس الوزراء وحدات الأشعة المتنقلة التابعة للرعاية العاجلة. عقب ذلك قام رئيس الوزراء بافتتاح مجمع الخدمات الحكومية بمدينة سيدي عبد الرحمن بالعالمين الجديدة، الذي تم إنشاؤه تحت إشراف صندوق تحيا مصر، يضم المجمع مركز الخدمات الاجتماعية ومركز الخدمات الحكومية. وخلال كلمته أشار رئيس الوزراء بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة. النهاردة عشان الحقيقة نتفقد أعمال التطوير الشامل اللي بتتم في قرية سيدي عبد الرحمن كنموذج يعني شديد التميز للشراكة ما بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. الدولة ممثلة بكل أجهزتها، المجتمع المدني طبعا صندوق تحيا مصر، يعني هذه المؤسسة العملاقة يعني الحقيقة اللي النهاردة بقت ليها أيادي بيضاء في كل ربوع مصر، وأيضا طبعا القطاع الخاص ممثل في شركة إعمار مصر والعديد من شركات القطاع الخاص المصرية اللي بتساهمت في تطوير هذا الصرح الكبير جدا اللي احنا النهاردة بنتفقده، مجمع خدمات تحيا مصر في قرية سيدي عبد الرحمن. كما أشار رئيس الوزراء بصندوق تحيا مصر الذي يقوم بالعديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تتم في كل أرجاء مصر. الحقيقة النموذج يعني على أحدث مستوى مما يمكن أن تكون عليه المجمعات الخدمية، وهنا يمكن مش فقط مجمع خدمات حكومية، يعني الحقيقة أنا يعني دخلت وشرفت بتفقد العديد من المباني النهاردة هنا، مجمع الخدمات الاجتماعية، مجمع الخدمات الوحدة المحلية نفسها، الحقيقة ورش للصناعات اليدوية اللي بتتميز بها أهالي مطروح. كما تفقد رئيس الوزراء بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية بالمجمع وأشاد بها. كما افتتح رئيس الوزراء مدرسة تحيا مصر الابتدائية بسيدي عبد الرحمن بالعالمين الجديد. شملت الجولة أيضا زيارة وحدة طب الأسرة بقرية سيدي عبد الرحمن بالعالمين. التنمية المستدامة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تأتي على رأس اهتمامات الحكومة، حيث تؤكد الحكومة دائما على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تقوم بها الدولة في كافة القطاعات، بالإضافة إلى تنفيذ كافة المشروعات بما يخدم صالح المواطن المصري وتيسيرا في الإجراءات عليه. من مدينة العالمين الجديدة، أحمد أبو الحسن، النيل. دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار. وأدان أعضاء المجلس أعمال العنف التي اجتاحت العراق يومي 29 و30 من أغسطس الماضي، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء أنباء عن سقوط ضحايا وجرحى، كما أشادوا بجهود الحكومة العراقية لاستعادة النظام. ودعا البيان إلى الهدوء وضبط النفس، ورحب بدعوات الأطراف للامتناع عن المزيد من العنف، مطالبا الجميع بحل خلافاتهم السياسية سلميا واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي وتجنب العنف. اتهمت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ميليشيا الحوثي بخرق الاتفاق بعد قيامها بعرض عسكري في المدينة الساحلية الواقعة غرب اليمن. وقالت البعثة الأممية إن الاستعراض العسكري الذي أقامته جماعة الحوثي في مدينة الحديدة هو خرق لاتفاق الحديدة الذي تم التوقيع عليه في العاصمة السويدية ستوكهولم عام 2018 بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي. كما عربت البعثة عن قلقها إزاء هذا الاستعراض العسكري الذي يخل بأهم مبادئ الاتفاق والمتمثل في الحفاظ على المدينة خالية من كافة المظاهر العسكرية. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الرد الأخير الذي قدمته طهران في إطار المحادثات المتعلقة بالعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ليس بناء. كان ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أعلن أن بلاده أرسلت ما وصفه برد بناء على مقترحات أمريكية هادفة إلى إحياء اتفاق 2015 النووي. 16 شهرا من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في انتظار كلمة الفصل، إما بإعلان الاتفاق أو الفشل.
طهران ألقت بالكرة مرة أخرى في الملعب الأمريكي وقالت إنها ردت بشكل بناء على مقترحاتها بإحياء اتفاق عام 2015 النووي. وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أعلن أن الاتحاد الذي يلعب دور المنسق في المحادثات قدم عرضا نهائيا للتغلب على مأزق إحياء الاتفاق. رد طهران جاء بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده بحاجة إلى ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء الاتفاق النووي، مطالبا كذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتخلي عما وصفها بتحقيقاتها ذات الدوافع السياسية. وطوال الأسابيع الماضية كررت إيران مطالبها بعدم انسحاب أي رئيس أمريكي في المستقبل من الاتفاق مثلما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018، لكن مراقبين يرون أن الرئيس جو بايدن لا يمكنه تقديم مثل هذه الضمانات لأن الاتفاق مجرد تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونا. وبدت إعادة إحياء الاتفاق النووي وشيكة في مارس الماضي، لكن المحادثات انهارت بسبب عدة قضايا من بينها إصرار طهران على إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها في آثار اليورانيوم التي عثر عليها في 3 مواقع غير معلنة قبل إحياء الاتفاق النووي. وتقول الإدارة الأمريكية إن هناك فجوات في الموقف الإيراني وأنها تتعامل معها بالتفاوض وليس عبر التصريحات العلنية. ويسعى بايدن لطمأنة إسرائيل التي تعارض إبرام اتفاق نووي جديد تحت مزاعم أنه سيوفر مليارات الدولارات للنظام الإيراني الذي سيستغلها لدعم ميليشيات مسلحة تهدد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. أكد رئيس الإدارة العسكرية المدنية في مدينة إنرغودار بمقاطعة زابوريجا ألكسندر فولغر أن قوات كييف تواصل قصف المدينة وأن هناك ضربات على محطة طاقة حرارية قريبة من المحطة النووية. أوضح فولغا أن القصف يستهدف بشكل رئيسي المرافق العامة في المدينة الواقعة في جنوب البلاد، وأن محطة الطاقة النووية تحولت إلى حالة الطوارئ نتيجة لانخفاض إنتاج الطاقة، مشيرا إلى أن المفاعل الخامس خرج الآن من إمدادات الطاقة بينما يعمل المفاعل السادس بشكل طبيعي. قال مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا إن 2 من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقيان في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بشكل دائم، وهناك بعثة من الوكالة حاليا في المحطة وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا وتسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس. عقب عودته إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف بعد تفقده محطة زابوريجيا النووية، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غراسي أن السلامة المادية لأكبر منشأة نووية في أوروبا انتهكت نتيجة تعرضها لقصف متكرر. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد أيضا أن الوضع في المحطة النووية لا يمكن أن يستمر بهذا الوضع، مشيرا إلى أن قسما من فريق خبراء الوكالة سيبقى في المنشأة أياما عدة من دون أن يحدد عددهم لمواصلة تقييم الوضع في المحطة التي أثار تعرض محيطها للقصف مرات عدة مخاوف من وقوع كارثة نووية. لقد أنهينا زيارتنا التي طال انتظارها لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية. لقد أنهيت للتو أول زيارة لمناطق رئيسة أردنا أن نراها في هذه المنشأة. بالطبع هناك أمور كثيرة أخرى ينبغي عملها وفريقي سوف يبقى. إن الأمر الأكثر أهمية بل الأمر الأهم هو أننا سنؤسس لوجود دائم للوكالة الدولية للطاقة الذرية. الزيارة التي قام بها وفد يضم 14 مفتشا من الوكالة الدولية إلى زابوريجيا كانت مرتقبة بشدة للمحطة، في حين تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالوقوف خلف القصف الذي أدى الخميس الماضي إلى وقف العمل بأحد المفاعلات النووية في زابوريجيا،
يذكر أن محطة زابوريجيا النووية كانت تزود أوكرانيا بأكثر من خمس حاجاتها من الكهرباء قبل انطلاق العمليات العسكرية الروسية، وهي أيضا من الأصول الحيوية لأوكرانيا في وقت تستعد فيه البلاد لشتاء قاس في ظل نقص الطاقة. أعلن مسؤول عسكري في جمهورية دونيتسك الشعبية مقتل شخصين وإصابة آخر في أحد أحياء مدينة دونيتسك جراء قصف لقوات كييف للمدينة. كما ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق أن القوات الأوكرانية أطلقت 10 قذائف على حي آخر في المدينة. قطرت سفينة شحن قادمة من أوكرانيا على متنها أكثر من 3000 طن من الذرة إلى مرسى في إسطنبول بعد جنوحها لفترة وجيزة، وتوقف حركة الملاحة إثر ذلك في أول حادث من نوعه منذ إبرام اتفاق تصدير توسطت فيه الأمم المتحدة في يوليو. تم استئناف حركة الملاحة في مضيق البوسفور بعد توقفها في أعقاب جنوح السفينة ليدي زاهما التي يبلغ طولها 173 مترا بسبب تعطل الدفة. وذكر مكتب حاكم إسطنبول أنه لم يصب أحد بسوء، وأن خفر السواحل كانوا متواجدين. وكشفت بيانات شحن أن السفينة رست في بحر مرمرة قبالة سواحل إسطنبول صباح اليوم. قالت وزارة الخارجية الصينية إن الحزب الحاكم في تايوان يحاول تضخيم التوتر بعد أن أسقطت الجزيرة ذات الحكم الذاتي طائرة مسيرة مدنية مجهولة المصدر هذا الأسبوع. مع تصاعد التوتر بين الصين وتايوان، تعهدت الحكومة التايوانية باتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع زيادة ما سمته بالانتهاكات الصينية، حيث أسقطت طائرة مسيرة قبالة السواحل الصينية حلقت فوق جزيرة تسيطر عليها تايوان. رئيس الحكومة التايوانية قال إن تايبي أصدرت مرارا تحذيرات بينما تجاهلتها الصين مرارا ولم تترك خيارا سوى ممارسة الدفاع عن النفس وإطلاق النار. هذه المرة اضطر الجيش الوطني لإسقاط طائرة بدون طيار في عمل دفاعي بعد تحذيرات. كان هذا هو الإجراء الأنسب بعد التحلي بالصبر وتكرار التحذيرات. إنني على ثقة من أن الشعب التايواني وجميع الدول الديمقراطية في كل أنحاء العالم سوف ترى ذلك مناسبا. جاءت هذه الواقعة بعد شكاوى متكررة من تايوان بخصوص تعرضها لمضايقات من طائرات مسيرة قادمة من الصين وتحلق فوق جزر كينمن، بينما تجري بكين تدريبات عسكرية حول تايوان. وأسقط الجيش التايواني لأول مرة طائرة مسيرة مدنية مجهولة دخلت مجال الجزيرة الجوي قرب جزيرة مقابلة لسواحل مدينة شيامين الصينية. كما أطلقت تايوان طلقات تحذيرية لأول مرة على طائرة مسيرة بعد أن قالت الرئيسة تسي إينغ وين إنها أصدرت أمرا للجيش باتخاذ إجراءات مواجهة قوية ضد ما وصفتها بأنها استفزازات صينية. كانت وزارة الخارجية الصينية قد رفضت شكاوى من تايوان بخصوص الطائرات المسيرة وقالت إنه أمر لا يستحق إثارة جلبة بشأنه. شن الرئيس الأمريكي جو بايدن هجوما شرسا على سلفيه دونالد ترامب وأنصاره، واصفا إياهم بأنه تهديد للديمقراطية وأسس الجمهورية الأمريكية. دونالد ترامب وأنصاره من الجمهوريين يمثلون تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا ويعرضون المساواة والديمقراطية للهجوم. ترامب وأولئك الذين يؤيدون أيديولوجياته القائمة على شعار فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا لا يحترمون الدستور، إنهم لا يؤمنون بسيادة القانون، هم لا يعترفون بإرادة الشعب. سيل من الهجوم اللاذع واتهامات حادة وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن لسلفه دونالد ترامب. ففي الخطاب الذي وجهه بايدن إلى الأمة الأمريكية نسب فيه إلى ترامب اتهامات بأنه متطرف هو وأنصاره وأنه سبب في زعزعة أسس الديمقراطية الأمريكية.
الرئيس الأمريكي اتهم كذلك سلفه بأنه يعرض المساواة والديمقراطية للهجوم في الولايات المتحدة، في إشارة منه إلى شعار ترامب الأخير وهو فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا، والذي يعرف باختصار ماجا. شدد الرئيس الأمريكي كذلك على أنه لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة، معتبرا أن ترامب وأنصاره لا يؤمنون بسيادة القانون. على جانب آخر، وفي سياق التحقيقات الجارية مع دونالد ترامب، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق أن تفتيش القضاء الأمريكي منزله بحثا عن وثائق سرية مطلع أغسطس الماضي غير مبرر، في رد على نص إجرائي نشرته وزارة العدل الأمريكية ويتضمن مبررات عملية التفتيش. وقالت وزارة العدل إن التحقيق يسعى خاصة إلى تحديد ما إذا كان دونالد ترامب أو أقاربه قد تورطوا في سلوك يمكن إدانته جنائيا عبر السعي إلى منع مكتب التحقيقات الفيدرالية من استعادة هذه الوثائق. تصريحات بايدن والهجوم النادر على ترامب والتحقيقات الجارية معه تأتي مع قرب انطلاق انتخابات نصف الولاية التشريعية في نوفمبر المقبل، والتي عادة ما تكون في منتصف الولاية الرئاسية وتشمل تجديد كل مقاعد مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ. وتشير استطلاعات للرأي إلى أن حزب الديمقراطيين الذي يواجه صعوبة قصوى في الحفاظ على الغالبية في مجلس النواب أصبح لديه فرصة أكبر في إمكانية الاحتفاظ بالغالبية في مجلس الشيوخ وتعزيزها على حساب خصومه الجمهوريين. في العاصمة الصينية بكين، قال وانغ وينبين المتحدث باسم الخارجية الصينية إن تقرير الأمم المتحدة الذي يتحدث عن جرائم ضد الإنسانية ترتكب حق أقلية الإيغور المسلمة في أقليم تشينشينغ بينغ غير قانوني. التقرير مزيج من المعلومات المضللة وأداة في خدمة استراتيجية الولايات المتحدة والغرب التي تهدف لعرقلة تنمية الصين. المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنت هذا التقرير بالاعتماد على التآمر السياسي لبعض القوى المعادية للصين في الخارج. إنه انتهاك خطير لمسؤولية المفوضية السامية. هذا يثبت مرة أخرى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أصبح متواطئا مع الولايات المتحدة والغرب لمعاقبتنا. في السياق المتصل، طالب أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بمحاسبة بكين على ما وصفه بأنه إبادة جماعية تتعرض لها أقلية الإيغور المسلمة. وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده سوف تستمر في مساءلة جمهورية الصين الشعبية ودعوتها للإفراج عن المعتقلين ظلما من أقلية الإيغور المسلمة. ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 603,714,000 إصابة. أفادت الجامعة بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم اقتربت من 6,498,000 وفاة. وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، في حين احتلت الهند المرتبة الثانية تليها البرازيل. ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة. أفاد مسؤولون باكستانيون بوصول طائرتين من الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان تحملان إمدادات جديدة لمساعدة المتضررين جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد عبر الجسر الجوي الإنساني. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى الناجم عن الفيضانات إلى أكثر من 1200 شخص. مع تدفق سيول على نهر السند، تتأهب مناطق في جنوب باكستان للمزيد من الفيضانات، ما يفاقم الدمار في دولة يشهد ثلثها بالفعل كارثة ينحى باللائمة فيها إلى تغير المناخ. الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الأنهار الجليدية في منطقة الجبال الشمالية أحدثت فيضانات عارمة أودت بحياة نحو 1200 شخص، بينهم 399 طفلا.
وشهدت باكستان زيادة في الأمطار بنسبة 190% عن متوسط 30 عاما الماضية خلال الفترة من يونيو إلى آخر أغسطس. وكان إقليم السند الذي يبلغ تعداد سكانه 50 مليون نسمة الأكثر تضررا بزيادة جاوزت 4 أضعاف متوسط كمية الأمطار المسجلة على مدى 30 عاما. المياه غمرت أجزاء من الإقليم بشكل كامل، ما دفع الأسر إلى المقام على الطرق التي أصبحت الأرض الجافة الوحيدة أمام الكثيرين منهم. وجرفت الفيضانات منازل وشركات وبنية تحتية وطرق، ودمرت المحاصيل المزروعة والمخزنة، وغمرت المياه حوالي 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية. ودعت الأمم المتحدة إلى جمع 160 مليون دولار للمساعدة فيما وصفته بأنه كارثة مناخية غير مسبوقة. وقالت الهيئة الوطنية للتعامل مع الكوارث إن حوالي 500,000 نسمة نزحوا إلى المخيمات، فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أن أكثر من 3 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية ومعرضون لخطر متزايد من الأمراض التي تنقلها المياه والغرق وسوء التغذية بسبب أسوأ فيضانات في تاريخ باكستان الحديث. وتوقعت دراسة صدرت حديثا أن احتمال هطول أمطار موسمية فائقة الغزارة على شبه القارة الهندية سيتضاعف 6 مرات بحلول نهاية القرن الحالي، حتى لو تراجعت انبعاثات الغازات الدفيئة المسؤولة عن الاحترار. مشاهدينا الكرام، بانوراما نيل ما زالت مستمرة ونتابع فيها بعد الفاصل. الحكم بالسجن 3 سنوات على زعيمة ميانمار السابقة سان سو تشي بتهمة التزوير الانتخابي. نتحول الآن لمتابعة أهم الأخبار الاقتصادية وحنان الخولي. شكرا لك شريط. مشاهدينا اهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية واهم ما فيها. وزيرة الهجرة والقائم باعمال محافظ المركزي يبحثان التعاون لتقديم تيسيرات للمصريين بالخارج. بحث القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله بمقر البنك مع وزيرة الدولة لشؤون الهجرة سهى جندي تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج. كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات والطلبات التي تم طرحها خلال المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج. ونقلت وزيرة الهجرة لمحافظ المركزي طلبات المصريين بالخارج بطرح أوعية ادخارية تستوعب مدخراتهم وتضمن عائدا متميزا وتوفير تيسيرات في التحويل من الدول التي يقيمون بها. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار المركز إلى أن وزارة التموين أكدت توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بكافة الأسواق وجميع فروعها. كما أشارت التموين إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر. بعد أكثر من 40,000 منفذ تمويني أو بدأوا بالفعل صرف السلع التموينية بالزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة. وبدأ صرف السلع التموينية بالتوجيهات الأخيرة لزيادة الدعم للأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة بإجمال يصل إلى 36 مليون مواطن. 100 للبطاقة ذات الأسرة الواحدة، 200 للبطاقة ذات الأسرتين، 360 أو 3 عشان الناس تبقى عارفة، 300 الأكثر من 3 أسر. طب الأسر دي إيه؟ هي الأسر الممتدة. الأسر الممتدة يعني مثلا زوج وزوجة ومعاه أولاد، دي أسرة واحدة.
طب زوجه وزوجه مجوز عيلين عنده، بقوا ثلاث أسر في نفس البطاقة اللي احنا كنا عشناها ايام اهالينا يعني. طب اربع اسر، جد وجدة واب وام واسرتين كمان من ولاده، فدي اسر ممتدة. الدولة وكالعادة ضخت المزيد من السلع بنسب تزيد عن المعتاد بمقدار يصل الى 30% بعد زيادة سلع الصرف الى 30 سلعة. التجار طبعا عندهم 25% من السلع اللي بيصرفها طول الشهر، بنبدا بيها 25% عشان 9 الصبح التاجر يبقى عنده البضاعه اللي بيصرف بيها. السلع كلها متوفره بالاضافه لبعض السلع اللي نزلت جديده زي الدقيق والتونه والمربى والطحينه وهكذا، بالاضافه للسلع الموجوده، وناكد ان الشاي موجود والرز موجود وكل السلع دي كلها متوفره. كل تلك الاصناف والزياده الاخيره سوف تظهر على بون الصرف بمقدار قيمه الزياده والتي تتفاوت ما بين ال 100 جنيه والمئتي جنيها والثلاثمائة جنيها حسب عدد الأسر على البطاقة. المواطن لما يتقدم للبقال التمويني علشان يصرف على ماكينة صرف الخبز بيبان على بون الصرف الزيادة، لو في لو ليه زيادة يستحق زيادة بيبان عليها، كمان لو راح المخبز قبل ما يصرف التموين هيلاقي فيه رسالة على بون الخبز ان ليه زيادة سواء 100 جنيه او 100 جنيه على بطاقة دعم الأسر. منافذ الصرف التي توافد عليها الكثير من المواطنين لصرف مستحقاتهم لم يخلو حديثهم عن الحديث والثناء ايضا. الحمد لله اللي جيبه ربنا، هو مكتوب في الورق 147. الحمد لله، نشكر الرئيس ونشكر الدنيا كلها والحمد لله. احنا سبع تنفار جالي 100 جنيه. 100 جنيه على هالورقه معايا. مبسوطه الحمد لله، مبسوطه اللي ادوه لربنا حلو. انا راضى باللي ادوه لربنا. جالنا 100 جنيه زياده فوق التموين. وانا مبسوطه والله وفرحانه والله قوي قوي. الحمد لله. يعني اقول ايه، مش عارفه اشكر الرئيس واشكركم كلكم والله. الحمد لله. بذلك تكون الصورة قد وضحت للكل وعدد الأسر بات معروفا للجميع، وزيادة إنفاق الدولة قد زاد إلى أكثر من مليار جنيه شهريا. تقول الأرقام إن الدولة تدفع شهريا ما يصل إلى المليارات الثلاثة من الجنيهات لدعم السلع التموينية للمواطنين، رقم مرشح للزيادة بعد توجيهات السيد الرئيس بدعم الأسر الأولى بالرعاية. رمضان الشحات، النيل. ناقش وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادث ل 2022 أو تحديد مهام ومسؤوليات كافة الجهات المشاركة في المنظومة. وتشمل خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء عددا من المحاور، من بينها جمع وكبس وفرم أكبر قدر من قش الأرز من خلال زيادة كميات الجمع مع استمرار آليات تمويل المتعهدين وتشجيع الفلاحين على إعادة التدوير. ارتفعت أسعار النفط مدعومة بمراهنات على أن تكتل أو تكمل أوبيك بلس مناقشة خفض الإنتاج في اجتماع سيعقد في 5 سبتمبر. وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت 1.20% دولار، ووصلت إلى 93.56 دولار للبرميل. و أيضا تعافت العقود الآجلة للخام الأمريكي أو ارتفعت أيضا ب 1.16 دولار ووصلت إلى 87.77 دولار للبرميل. انتهت مشاهدينا أخبار الاقتصاد، شكرا وإليك مرة أخرى شباب. شكرا لك حنان. افتتحت وزارة الأوقاف اليوم 17 مسجدا جديدا على مستوى الجمهورية في محافظة المنوفية. قام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بافتتاح مسجد العفيف بقرية ميت عفيف الباجور. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من محافظة المنوفية مراسل النيل وليد هيكل. وليد، ماذا عن التفاصيل لديك؟ نعم شيرت، وبالفعل كما ذكرت في الخبر الآن أنه افتتحت وزارة الأوقاف صباح هذا اليوم الجمعة 17 مسجدا جديدا، ليصل بذلك إجمالي عدد ما تم افتتاحه منذ شهر يوليو 2022 حتى وقتنا هذا أكثر من 120 مسجدا جديدا على مستوى محافظات الجمهورية. بالفعل شروت، قام معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وسيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون
محافظ المنوفية بافتتاح مسجد العفيفي هنا في قرية ميت عفيف التابعة لمركز الباجور. دعيني أذكر لك شروت أن هذا المسجد وهذه القرية تقع بالفعل في عمق الريف المصري. مسجد بني بطراز معماري فريد، كذلك تم تجاوزت تكلفته أكثر من 7 ملايين جنيه بالجهود الذاتية والتعاون المشترك مع وزارة الأوقاف. كل ذلك نعلم عنه أكثر من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. معالي الوزير، افتتاح 17 مسجدا جديدا ليصل بذلك إجمالي ما تم افتتاحه كما ذكرنا أكثر من 120 مسجدا جديدا على مستوى محافظات الجمهورية. كذلك مشروع سكوك الأضاحي أو سكوك الإطعام من وزارة الأوقاف له بالفعل الآن بصمة في كافة محافظات الجمهورية مع الأسر الأولى بالرعاية، دلالة ذلك في عصر الجمهورية الجديدة التي بالفعل نلمسها في القرى والمراكز والنجوع والبناء بهذا الطراز المعماري الفريد. بداية يعني أرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين وأؤكد أننا هنا في مسجد العفيفي، هذا الصاحب العظيم حقيقة كما ذكرت الذي يعد معلما هاما بل أهم معلم في قرية ميت عفيف بمركز الباجور بمحافظة المنوفية. يأتي افتتاح هذا المسجد اليوم ضمن افتتاح 3 مساجد بمحافظة المنوفية في إطار افتتاح 17 مسجدا على مستوى الجمهورية، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه كما ذكرت في شهرين وأسبوع واحد تحديدا 126 مسجد. وده الحقيقة انت ذكرت انه بيقع في عمق الريف المصري وفي عمق حياة كريمة، وتوجيهات سيادة الرئيس بالاهتمام بالريف المصري وتوفير حياة كريمة لأهالينا في القرى والنجوع يأتي اتساقا مع ذلك أو من هذا المنطلق اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير وصيانة وإحلال وتجديد المساجد التي تحتاج إلى ذلك في قرى وعزب ونجوع الريف المصري. ثم تأتي توجيهات سيادة الرئيس في قضية الحماية الاجتماعية واللي احنا أشرنا إليها في خطبة اليوم، العبرة والعظة بأحوال من مضى وأن من أعطى أعطي ومن منع منع، فجزاء العطاء الإعطاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وجزاء المنع المنع وجزاء سيئة سيئة مثلها. يأتي عطاء الله وفضل الله فيما وجه به سيادة الرئيس من أن يكون توزيع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام على مدار العام. في هذا الإطار يأتي توزيع 2 طن اليوم في محافظة المنوفية في إطار 20 طن توزع على مستوى الجمهورية، وتم وضع خطة بالتنسيق مع وزارة التضامن والسادة المحافظين لتوزيع 100 طن على 100,000 أسرة شهريا ثابتة إضافة إلى الأسر المتغيرة. وهذا المشروع كما ذكر سيادة المحافظ صباحا له صدى كبير جدا سواء من حيث جودة اللحوم نوعيتها، تعاون مع وزارة التموين، التوزيع وفق كشوف مدققة مع وزارة التضامن، كل ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية وتوجيهات سيادة الرئيس سواء بالضيف المصري أم بالأسرة الأولى بالرعاية. سائلين الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وأن يتقبل منا، علما بأن ما تم في المنوفية في العام الماضي بلغ 41 مسجد وصكوك الأضاحي والإطعام 86 طن و10 طن هذا العام، يعني 96 طن من 86 في العام الماضي و10 من بعد العيد، والعطاء متواصل وهذا فضل الله. ودي الحقيقة احنا متواصلين وبنأكد ان صكوك الإضعام متاحة بالمساجد الكبرى وبالبنوك طوال العام حتى يستمر الخير والعطاء ان شاء الله. كل الشكر لك معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. إذن بالفعل شروتي كانت هذه هي أبرز التفاصيل هنا في زيارة معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة إلى محافظة المنوفية. بالفعل شروت بناء وتشييد تشهده الدولة المصرية خلال الفترة الحالية في كافة القطاعات. إليكم في الاستوديو شروت. شكرا مراسل النيل وليد هيكل كان معنا من محافظة المنوفية. حكمت محكمة في ميانمار على الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي بالسجن 3 سنوات بتهمة التزوير في الانتخابات العامة التي جرت عام 2020 والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. السجن والأشغال الشاقة 3 أعوام أحدث عقوبة لزعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي الحاصلة على جائزة نوبل في السلام لإدانتها بالتلاعب في الانتخابات. وبهذه العقوبة تزيد مدد عقوبات سان سو تشي إلى 20 عام في السجن بعد أن صدر ضدها أحكام بالسجن لأكثر من 17 عاما، على الرغم من تمسك سان سو تشي برفض كل الاتهامات الموجهة لها.
تقبع أونغ سان سوتشي الزعيم الروحي للمعارضة ضد الحكم العسكري في ميانمار بالسجن منذ انقلاب وقع مطلع العام الماضي عقب أن تمكن حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه سوتشي من تحقيق أغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2020. المجلس العسكري الحاكم يتمسك باعتبار محاكمة أونغ سان سوتشي تجري وفقا لأصول قانونية صحيحة، وبرر المجلس تقلده السلطة منذ فبراير 2021 بالحيلولة دون قيام حزب الرابطة الوطنية من تشكيل حكومة جديدة بناء على انتخابات شابه التزوير ولم يتم التحقيق فيها بالشكل اللائق وفقا لتقديرات المجلس العسكري الحاكم في ميانمار. تخضع أونغ سان سوتشي البالغة من العمر 76 عام لمحاكمات منذ أكثر من عام بتهم متعددة تتراوح بين الفساد والتحريض وتسريب أسرار رسمية، وهي اتهامات تتجاوز عقوباتها كلها 190 عام، ويتم إجراء جلسات محاكمة سان سوتشي خلف أبواب مغلقة في العاصمة. كما تفرض السلطات العسكرية حظر النشر على تصريحات محاميها، حيث اكتفت السلطات ببيانات محدودة تصدر عن المجلس العسكري بشأن إجراءات المحاكمة. قالت الشرطة الأفغانية إن انفجاراً وقع خارج مسجد في مدينة هرات بغرب أفغانستان أدى إلى مقتل رجل دين معروف مؤيد لطالبان. وذكر المتحدث باسم شرطة هرات أن مجيب الرحمن أنصاري وبعض حراسه ومدنيين قتلوا وهم في طريقهم إلى المسجد. تقول طالبان إنها عززة الأمن في البلاد منذ توليها السلطة قبل نحو عام، لكن وقعت عدة انفجارات في الأشهر القليلة الماضية استهدف بعضها مساجد مزدحمة أثناء الصلاة. بانوراما نيل ما زالت مستمرة ونتابع بعد الفاصل. محاولة جديدة لإطلاق صاروخ ناسا العملاق نحو القمر غدا. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية أنها ستحاول مجددا إطلاق صاروخها العملاق الجديد نحو القمر غدا بعد فشل محاولة أولى الأسبوع الماضي بسبب مشكلة فنية. تتمثل مهمة أرتميس 1 في إطلاق كبسولة أوريون غير المأهولة في المدار حول القمر للتحقق من أن المركبة آمنة لرواد الفضاء المستقبليين. بعد ترقب دام ساعات، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنها ستحاول مجددا إطلاق صاروخها العملاق الجديد نحو القمر في 3 سبتمبر بعد فشل محاولة أولى في الأسبوع الماضي بسبب مشكلة فنية. توقعات الطقس مواتية، قد نجد مجموعة من المشكلات الفنية أو شخصا خارج نطاق السلامة العامة، وهو أمر لا ينبغي أن يكون متواجدا. قد تتسبب هذه النوعية من الأشياء في تفويتنا الفرصة. لقد اتفقنا على تغيير موعد انطلاقنا. ليس هناك ما يضمن أننا سننطلق في 3 سبتمبر، لكننا سنحاول، سوف نقدم أفضل ما لدينا. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن احتمال تسجيل ظروف مناخية غير مواتية مثل هطول الأمطار أو العواصف الرعدية لا تزال عالية في الوقت الحالي وتقرب من 60%. مع ذلك أبدت الهيئة تفاؤلها بشأن إمكانية إنجاز عملية الإطلاق بنجاح. وتتمثل مهمة أرتميس 1 في إطلاق كبسولة أوريون غير المأهولة في المدار حول القمر للتحقق من أن المركبة آمنة لرواد الفضاء المستقبليين، بمن فيهم أول امرأة وأول شخص من ذوي البشرة الملونة يمشيان على سطح القمر. وبعد 42 يوما في الفضاء يتمثل الهدف الرئيسي في اختبار الدرع الحراري للكبسولة أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة تقرب من 40,000 كيلومتر في الساعة ودرجة حرارة توازي نصف حرارة سطح الشمس.
وستنقل دمى عرض على متن المركبة المجهزة بأجهزة استشعار تسجل الاهتزازات ومستويات الإشعاع، وستصل الكبسولة إلى 64,000 كيلومتر ما بعد القمر، أي أبعد من أي مركبة فضائية أخرى صالحة لنقل البشر حتى الآن. وبعد هذه المهمة الأولى ستنقل أرتمس 2 رواد فضاء إلى القمر في عام 2024 من دون أن تهبط على سطحه، وأول هبوط لمهمة مأهولة سيحصل لطاقم أرتمس 3 في عام 2025 على أقرب تقدير، وتسعى ناسا إلى إطلاق مهمة واحدة سنويا بعدها. والهدف من ذلك ترسيخ وجود بشري دائم على القمر مع إنشاء محطة فضائية في مدار حوله وقاعدة على سطحه. ختاما لنشرتنا هذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في بلورة مشروعات مصرية يونانية مشتركة في مجال إنتاج ونقل الطاقة المتجددة. مجلس الأمن يدعو الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار. تواصل القتال في جنوب أوكرانيا وقصف في محيط محطة زابوريجيا النووية. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية نشراتنا، للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت نايل.eg. إلى اللقاء.